شفتي اليوم غنوريكم كيفاش نصايب واحد البسكوي مالح كيجي سهل ولذيذ، بما ان دابا فصل الشتاء فاحنا كنحتاجو مملحات او مقرمشات. فهذا سهل، ما يحتاجش بزاف الدليك او العجن. دونك عندنا هنا 220 غرام ديال الدقيق الابيض، عندنا 50 غرام ديال الزبده، عندنا واحد المعلقه كبيره ديال العسل. هذا العسل غيعوض لنا ديك المعلقه ديال السكر باش كتعطي ديك القرمشه واللون. هنا عندي واحد معلقه صغيره ديال الخميره ديال البيكنج باودر تقريبا واحد ما يعادل 6 غرام، وعندي معلقه هكا شويه عامره صغيره ديال الملح، وهنا عندي واحد معلقه بحالها ديال الخميره الفوريه. الوغ اول حاجه كنديرها عندي نص كاس ديال الماء دافي مزيان اولا ساخن مزيان، كنحاول نخويه هنايا باش يذوب لنا ديك الزبده شويه مع العسل. وهنا كنضيف هاد النواشف هنايا، الملح والخميره الفوريه والخميره الاخرى. فوالا كتمني حتى الكميات كاملين. دونك هنا دابا غنجي نخلط هاد العناصر هادو. فوالا قطعت، نتاكد انها ذابت عندي الزبده. وفي نفس الوقت غنخلطو هاد النواشف اللي عندنا هنا ديال الخميرة الفورية والبيكنج باودر والملح مع 220 غرام ديال الدقيق الأبيض. ألوغ هنا كنستمر حتى كتب عندي الزبدة تماما. حاولوا ان الماء تكون سخونة بزاف باش تساعد انكم تذوب لكم الزبدة. فوالا دابا غنجي غنبدا نضيف هاد الخليط هذا اللي عندي هنا على هاد النواشف اللي عندنا. وغنبدا كنخلط، طبعا انا ديما على حسب الدقيق، ممكن يكون كيتشرب ممكن العكس. فإلا حسيتو انه بقى مازال خاصو الماء غتزيدو الماء، مي حاولوا انكم تتاكدوا مزيان جمعوه. طبعا نحاول انني نكمل الاطراف ديال الاصابع باش ندخل هذيك الزبده مزيان في الدقيق. فوالا دونك الا درتو نفس المقاييس فهي غتجيكم مضبوطه، ممكن تكون عندكم زياده ديال شويه على حسب الدقيق، مي راه الزبده الا خدمتو مزيان هكا غادي تدخل في الدقيق وما تحتاجوش تضيفوا ليها الماء. هالوغ هاد العجينه هادي بعد ما كنجمعوها كنغطيوها مزيان بالفيلم اليمونتير وكندخلوها الثلاجه على الاقل واحد ساعتين ترتاح، يعني ما بين ساعه حتى لساعه ساعتين، يعني اللي عنده الوقت يخليها ساعتين، اللي ما عندوش ممكن يديرها غير ساعه او لا ساعه ونص. ما يستحسن تخليوها ترتاح مزيان في الثلاجه. كنظن انها العجين هو تجمع صافا. تأكدوا ان الدقيق تشرب العناصر كاملة. كنغطيها دابا كيف ما قلت لكم وغنخليها كترتاح في الثلاجه واحد ساعتين، ومن بعد نتلاقاو باش نكملوا البسكويت ديالنا.
صافي دابا غندخلها في الثلاجه ونكمل بعد. الوغ دابا بعد ما دازت عندنا ساعتين فحنا كناخذوا هذا العجين هذا كنجيو كنرشوا شويه الدقيق هنا سطح العمل غير شويه القليل وكنجيو كنحاولوا اننا نصبوا بالمدلك بهذا الشكل هذا. هنا غنبسطو بشكل طولي لانني محتاجه انني نطوي بحال الشكل اللي كنطويو لاباط في يدي دونك كنحاول انني نسرحو هكا. هنا هاد الخطوه هادي مهمه جيدا اننا نطويوه جامطني نطوي بالطريقه اللي كنطوي بها لاباط في يدي هكا على ثلاثه ونعاود نسرحها. نعود نفس الطيه بهذا الشكل هذا من هذه الجوانب من هذه الجهه هذه كيف كتشوفوا معايا. صافي دابا غنبدا نسرح في العجين بحال هكا طيات هادو اللي درنا فهما فاش كيطيب كيعطيونا واحد الفيوتاج لداخل في البسكوي كيجي رائع وكيجي تقريبا بحال اللي كنشريو من المحلات برا. صافي غنستمر حتى نسرحها حتى نحصل على واحد السمك شويه رقيق ونكمل معكم. انا هنا بعد ما سرحنا العجين نحن هذا السمك هذا اللي كتشوفوا معايا لان العجين كيكون في الثلاجه فهو كيبغي شويه الخاطر باش تسرحوا وخلاص فاش كنديروا دوك الطيات ديال الفيتاج فهم كيزيدوا يعني خاص تاخذوا الخاطر باش تعاودوا تسرحوه وتلقوه بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا. انا دابا فهاد الاثناء هادي شعلت الفرن باش درتو في درجه ديال 200 غيسخن عندنا من الفوق ومن التحت كنشعلو النار من الفوق ومن التحت كنخليوه يسخن فهاد الوقيته اللي كنقربو صافي نبداو نقطعو في البسكوي ديالنا كنديرو الفرن يسخن. طبعا القطاعات كيبقاو اختياريين ممكن تاخدي المربعه ممكن تكون بشكل دائري هكا اصغر يعني كيف ما بغيتي ممكن بالجرار الى عندكم ديال البيتزا اولا الجرار العاديه تقطعيهم مربعات اولا بالاشكال اللي بغيتي. صافي كنجيو كنبداو نقطعوا البسكويت ديالنا بهذه الطريقه هذه بهذا الشكل هذا فوالا كيف كتشوفوا فهو هذا البسكوي هذا كيجي شبيه بالبسكوي ديال توك فهو كيجي رائع. فوالا كنقطعوها بهذا الشكل هذا طبعا بقايا ديال العجين ما كنعاودوش ندلكوها كنحاولوا نجمعوها بحال نفس الطريقه اللي كنجمعوا بها لاباط في يدي وكنطلقوها بالمدلك وكنستمروا نقطعوهم بالاشكال وبالاحجام اللي برينا. هذا البسكوي هذا فهو كيكون كيف ما قلت لكم مالح كيجي بحال توك فهو ممكن ديري غير ترشيه غير برشه خفيفه من الملح ممكن اوبس ممكن انك تديري شويه زعتر شويه ثوم جاف ممكن ديري اي حاجه كتفضليها انا شخصيا كيعجبني يكون غير بالملح ممكن نشوف نقدر ندير فيه نكهات اخرين فلفل حار انا كيعجبني الحار فكيبقى اختياري. كنستمر بنفس الطريقه كنقطعوا البسكويت ديالنا بهذا الشكل هذا
صافي. من بعد كنحطوهم في صينيه، كنستعملوا ورق الزبده طبعا. البسكويت ديالنا بالشكل هذا، كنحطو في الصينية. الوغ دابا بعد ما كملنا كنجيو هنا كنديرو واحد تقيبات هكا بفورشيط بهذا الشكل هذا. كيف كتشوفوا معايا فوالا، كنحاولوا نثقبوهم تقيبات بحال هكا باش يعطيونا داك المنظر ديال البسكويت. صافي، من بعد غنرش عليهم ملح وفلفل حار على حسب الرغبه طبعا، كل واحد يدير اللي بغى. ومن بعد ندخلهم في الفران. انا هنا غناخذ الملحه هذيك الرقيقه اللي كتكون عندنا، ونحاول انني نرشو هكا على البسكويت ديالنا كله. من بعد نجي هنا غنخسر شي وحدين، ندير فيهم شويه الحار بهذا الشكل هذا. طبعا كاين اللي كيخلي حتى كيخرج عاد كيديرهم، مي انا كنفضل ان نديرهم دابا باش يقبطوا مزيان ويجينا فيهم ديك النسمه ديال الحار. فوالا، دونك غنخلي شي وحدين غير بالملح، شي وحدين درت فيهم الحار. وكيف قلت لكم كيبقى اختياري انكم ممكن ديروا اللي بغيتو، ممكن ديروا زعتر، ممكن تكتفيو غير بالملح بوحديتو، هما في الاساس يكون فيهم غير الملح بهذا الشكل هذا. غنحاولوا اننا فوالا، دونك دابا غندخلهم الفران، غنخليهم تقريبا واحد 11 دقيقه حتى 12 دقيقه، ونراقبهم حتى كياخذوا اللون من الفوق. صافي، ما كيطولوش بزاف، راه ما كياخذوش بزاف الوقت ديال الطياب. نوريكم الشكل النهائي ديالهم. اذا كيف كتشوفوا معايا، هذا هو الشكل ديال البسكويت بعد ما كنخرجوه من الفرن، كياخذ اللون هكا الرائع. كنخليوه حتى كيبرد وغنقدموه في طبق التقديم، ونوريكم الشكل النهائي ديالو. اذا حبيباتي كيف كتشوفوا معايا، هذا هو الشكل النهائي ديال البسكويت اللي صوبنا. كنتمنى انكم فريمون تجربوه، كيجي رائع خصوصا هكا في البرد، يعني كتاخذوه يتقدمي مع زيتون ومع جبن، رائع. كنتمنى تشوفوه بصحه وراحه. باي باي.